الدول العربية. نحن في البرلمان العربي نولي اهتماما كبيرا بتطورات الأوضاع في اليمن. كما تعلمون اليمن يعاني الكثير من التحديات والصعوبات في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال التنموي وفي المجال الإنساني. أنا أحب أولا أؤكد لكم أن البرلمان العربي له موقف ثابت نؤكده اليوم. أولا نحن نثمن ونقدر ما تقوم به قوات التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. ندعم قوات التحالف العربي فيما تقوم به من إجراءات وجهود وسياسات لإعادة الوضع في اليمن، إعادة الدولة اليمنية، مؤسسات الدولة اليمنية، الشرعية اليمنية الممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. الأمر الثاني، البرلمان العربي يدين ويستنكر ما يقوم به النظام الإيراني من إمداد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والصواريخ البالستية لإطلاقها على دول الجوار العربي.